بداية لو نتعرف عن طبيعة مشاركتكم في هذه النسخة من المؤتمر. بالنسبة لنا حنا مشاركتنا كانت في مسارين. المسار الأول شاركنا بركن عرضنا فيه خطة الجمعية وتوجهاتها وتطلعاتها المستقبلية، وأيضا كان هناك مشاركة من أحد الزملاء الأستاذ غازي العبيد، شارك بورقة علمية بعنوان تأثير الوسائل الإعلامية أو تأثير الإعلام على الوعي بمرضى السرطان، وكذلك تحدث عن البرامج والحملات والخدمات التي نفذت على مستوى المنطقة. نعم دكتورة، ما هي الأهداف والغايات التي تسعون إلى تحقيقها من خلال برامجكم وأيضا مبادراتكم؟ صراحة جمعية تفاؤل تطمح إلى أن تكون نموذجا عالميا في مجال الوقاية من السرطان والحد من انتشاره، وكذلك تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة وخدمات شاملة للمرضى من خلال مبادرات نوعية وشراكات اجتماعية أو شراكات مجتمعية فاعلة. برضو نسعى لتحقيق عدة أهداف، من أهمها تمكين مرضى السرطان، وكذلك تشجيع العمل التطوعي، وكذلك نسعى إلى أن يكون عملنا يعني مؤسسي وأن يكون يعني مبتكر ومميز، بالإضافة إلى أننا فعلا يعني نسعى إلى أهداف كثيرة، من أهمها تحقيق المنظمة المتعلمة، وكذلك تحقيق الاستدامة المالية، وكثير من الأهداف التي فعلا تجعل عملنا مؤسسي ومتميز. جميل، ما مدى أهمية هذا المؤتمر اليوم في دعم مكافحة المرض وأيضا تعزيز الرعاية الصحية؟ طبعا عندما نجتمع نحن على مستوى الخليج ونناقش تجارب عالمية ومحلية، يعني نضع أيدينا على نقاط الضعف ونحلل الوضع ونطرح الحلول، ما في شك أن هذا المؤتمر رائع جدا ويسهم في الحد والوقاية من هذا المرض وعدم انتشاره على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي أيضا. نعم. دكتورة، ما هي أبرز التحديات خلنا نقول التي تواجه الحملات التوعوية اليوم؟ والله في الحقيقة شوف، بالرغم من أنه حنا قاعدين نشوف ولله الحمد تحسن من خلال كثرة أعداد المقبلين على الفحص المبكر، مثلا حنا في منطقة الأحساء حققنا أكبر عدد على مستوى المملكة من خلال يعني عدد التي يأتين للكشف المبكر، ولكن ما زالت هناك كثير من الصعوبات والتحديات، ما زال هناك خوف، ما زال هناك يعني نوع من الخجل، ما زال هناك حاجة إلى وعي مجتمعي وإلى وعي ثقافي، وبالذات لمقدمي الرعاية لمريض السرطان محتاجين فعلا هم يعني يحصلون على وعي نفسي واجتماعي للتعامل مع مريض السرطان. هذه أهم تقريبا الصعوبات اللي حنا نواجهها.